فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ لا يجوز مصافحة المرأة غير المحرم، ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام، فلا يجوز أن يمس أو يصافح المرأة أيا كانت إلا من محارمه. نعم.